زيزو هداف الزمالك، هداف الدوري وهداف الزمالك في الدور الاول، افضل لاعب في الزمالك وافضل لاعب في الدوري في الدور الاول كمان، ان لم يكن اول او ثاني لاعب لو دخل معاه حد ثاني. اتطور جدا من السنه فاتت للسنه دي، السنه فاتت يمكن كان بيؤخذ عليه ما بيسجلش غير ركلات جزاء، السنه دي زيزو بيسجل من لعب مفتوح، بيسجل من تزاب بعيد المدى، بيقدر انه يعمل مراوغات ويسجل ويشوط على المرمى ويصنع خطورة. وكمان بقى بيصنع خطوره اكتر، عنده اسيستات وعنده صناعه فرص كبيره. الحقيقه ان زيزو زي ما ماني قال من شويه، زيزو بيقدم اداء متميز طول الوقت، وبنقدر ان احنا يعني فرقه الزمالك بقت فعلا مبنيه حوالين احمد السيد زيزو والاداء اللي بيقدمه. فالحقيقه هو لعيب كبير وهيستمر على كده، ان شخصيته قويه ومهما كان وضع الفريق شخصيته دايما بتدفعه لقدام. طيب في بقى لعيبه برضو شفناها من الهدافين وبيصارعوا زي محمد هلال. محمد هلال لاعب البنك الاهلي من اللعيبه المميزه، في اسامي كتير برضو من اللعيبه المميزه في الدوري المصري زي احمد امين اوفا، زي عبده يحيى، زي اسامي كتير. تعليقك بقى على اللعيبه اللي عندها مهاره، الاسامي الكتير اللي احنا شفناها في الدوري. بص هتكلم بسرعه عن ثلاث لعيبه، هتكلم عن هلال واتكلم عن عبده يحيى واتكلم عن احمد عاطف بشكل سريع. هم الثلاثه مشتركين في ان هم الثلاثه لعيبه، مش لعيبه صندوق، لعيبه بتزيد من ورا، لعيبه بتبقى تتحرك بتيجي من ورا، لعيبه بيلعبوا في انديه مش انديه قمه. محمد هلال بالذات ده مش اول موسم ليه يكون متالق، محمد هلال بيستمر في التالق من الموسم اللي فات. يمكن الموسم اللي فات محمد هلال من افضل اللعيبه المهاجمين في مسابقه الدوري العام بعد بقى محمد شريف، يعني محمد شريف كان هو هداف البطوله، وبالتالي يمكن هلال وقتها اتظلم لان شريف كان موجود وكان بيقدم اداء متميز جدا. بعد شريف كان محمد هلال من اللعيبه الكويسه جدا اللي قدمت اداء كويس جدا، يمكن كمان عمرو جمال الموسم اللي فات، كان هما الثلاثه بيقدموا موسم جيد. الاستمراريه بقى هنا كانت موجوده، محمد هلال كمل الاستمراريه، ومن اللعيبه اللي انا اعتقد بنهايه الموسم هيكون موجود في نادي جماهيري بقى، سواء الاهلي او الزمالك او بيراميدز، حتى هيكون من انديه القمه. الثلاثه اللي انا ذكرتهم دول سواء عبده يحيى او احمد عاطف او محمد هلال، الثلاثه دول هيكونوا موجودين اهلي زمالك وبيراميدز ايا كان مين هيروح فين يعني.